لو خايف تقع في التلج ومش معاك بوت من الجل، تقدر تستعمل البوق اللي عليه فليم علشان تبعد التلج. دي بعض الطرق عشان تحبس مكعب من الماء بالشكل الغريب ده، ولكن بتاعه الكوف بتشتغل كمان معاها اللافا. تقدر تحط ماء داخل بعض بلوكات ماينكرافت وتحط فوق الطحالب وتعمل شكل للجيم. لو دخلت على التطوير وانت كده متخفي وعامل نفسك مش موجود، برضو هتشوفك والكتابه هيتفتح ليك كانك ظاهر عادي جدا. الزجاج المظلم مش الاسود تقدر تكسره بايدك، بيتصنع من الاحجار الكريمه، ده اسمها في المترجم. انا اعرف ان السجاد بيتحط على الارض، لكن اللي يمكن ما تعرفوش انك تقدر تحطه على خيط عنكبوت، على الماء، على سلاب، على الزر، وعلى السجاد، وعلى الزرع، وعلى النار، بس شويه ويتحب. بوشنات ماينكرافت كتير، لا بجد كتير جدا، لكن في واحد سر ما تقدرش تجيبه غير باوامر بس. ملوش التطوير اللي على الكريزمو دي هتخليك تقتل مجموعه كبيره من الموبز في نفس الوقت. لو عايز تطير بالاليترو ومعكش فاير وورك، استعمل بو عادي عليه سهم سلو فولينج ويطيرك. البرق يقدر يشغل بوابه النزل. الحمبركانيه مش هتحميك من السقوط من مكان مرتفع. تقدر تكسر آلة التطوير ايدك رغم انها اوبسيديان وهتحصل على الايتم. لو في زومبي بيولع ما تحاولش تحميه بزجاجات الماء الصغار، لانه في الاخر هيموت ويمكن كمان اصلا. لو انت بتولع ومشيت فوق الشمع المطفى هتقدر تولع. الايفوكر طويل شويه، لما بيركب في المركب يبقى ده شكله من تحت. شموع الاند لو حطيت جنبها لافا هتتحرق وتختفي. شموع الاند لو حطيت جنبها ماء هتعدي منها، بس الكلام ده في البيدروك بس مش في الجافا. عمرك جربت تحط فاير وورك على برش بليت؟ ايه اللي هيحصل؟ انه هيشتغل الفاير وورك هتطير عادي. لو عملت افكت فاضي في البيدروك مش هيحصل اي تغيير. شعاع البيكون بيعدي من الفوانيس. الايتم اللي بيتحط على القطعه دي اللي ناس اسمها بيبقى ظاهر برضه في الجهه الثانيه. تقدر تدخل بلوكات جوه الاندر كريست. لو استعملت امر الحصول على بيت ابديتور سبون وما قلتش اسم الموب هيعطيك بيضه كروين مختلفين تمام. ولو عملت نفس الامر لكن مع اضافه ارقام ديت هيعطيك كروين مخفيين. الزومبي يقدر يستعمل تطوير تجميد الماء. هل الزومبي يقدر يستعمل التوتم علشان ما يموتش؟ الاجابه ايوه، ويقدر. واغلب موبز في ماينكرافت يقدروا يستعملوا التوتم. في ماينكرافت بيدروك لو كتبت الامر ده هيرسمين لك كلب لونه بالكامل احمر، وتقدر كمان تلونه بالكامل بكل الوان ماينكرافت. حاول تجيب جرس بالاوامر وكتبت فيه الاخر اربعه هيعطيك جرس مجلش بالشكل ده. جميع انواع المشروم تقدر تستعملهم كوقود للفور لو ما فيش فحم. السيف بيكسر ورق الشجر اسرع من ايدك في ماينكرافت بيدروك. تقدر ترسمين ايرون جولم باستخدام الديسبنسر. الماء لا يعتبر بلوكه كامله، ولو قارنته ببلوكه الزجاج او اي بلوكه هتلاقي اقصر شويه منهم بحوالي 3 بكسل. الكتابه اللي على الساين ديت هتفضل ظاهره حتى لو ورا بلوكات العسل. انك تقدر تحول بارت المشروم للون الرمادي عن طريق البرق، لكن تعرف ان الضرب الثاني هترجع لشكلها الاساسي. الريدستون بيفضل شغال فوق سلالم البامبو او السكافولد. الاوجلين او الزوجلين بيشوفك من بلوكه واحده وكمان بيقدر يمشي فيها في المسافه ديت. وتخيل النوع ده من الاشجار بيحول الديرت للون مختلف وكمان بيخترق الحجار. في البيدروك تقدر تحط ماء جوه البست. رؤوس الزومبي بتخترق الشبابيك. تقدر توقف ضربات الشلكر بكرات التلج وكمان بالاسود. تقدر تركب عربه سكك الحديد ومركب في نفس الوقت. تقدر تحط شباك وتقفله وتفتحه بوجود الايتم فريم. الزومبي الغرقان اللي معاه التايندر يقدر يحول الكروي لزومبي كروي بدون ما يلمسه باستعمال الترايد. تقدر تلبس الكروي بامكن بالشكل ده، لكن الزومبي برضه هيعرف الكروي وهيهجم عليه. الزهره دي لو نظرت ليها من اي اتجاه وفضلت تتحرك حواليها هتفضل برضه اتجاهها شمال. لو رميت اندر بيل في السماء بعدها الطاقه طرت وراها ونزلت بكل سرعتك ولمستها هتموت. تقدر تحط تلج عادي جنب الصبار والصبار مش هيختفي او يتكسر. الزومبي هيوقع عليك بطاطس مستويه لو قتلته بسيف نار. البلجن لو اتكسر الكوزبو بتاعه مش هيعرف يضربه. دمج النار هيخليك تنط بلوكه ونص. جميع انواع الشجر تقدر تعمل بيها حيطه في ماينكرافت. مش هتقدر تعدي بالمركب من قطعه الزجاج الصغيره دي. لو مت وترسبنت في نفس المكان الايتمات هتترتب نفس الترتيب بتاعك. كان في جليتش انك لو فتحت بوابه الاند وفحرت تحتها وحطيت السرير ونمت عليه هتصحى تلاقي نفسك في الاند. ولو قتلت نفسك هدف انك ترجع تتراس بين تاني في الاند وانت حرفيا اتحبست في الاند. لو لقيت الاماكن الجديده بتاعت الحفريات انزل تحتها تطلع بدايموند كتير، ونسبه انك تلاقي الدايموند تحتها مؤكده حرفيا. تم اضافه كروين بايوم الكرز وتقدر تجيبهم بالاوامر، لكن لسه لم يتم اضافه قريه بلوكات الخشب الورد. لو حاولت تعمل بوابه مزدوجه حرفيا الموضوع هيكون مستحيل، لكن لو رحت من الشنقات وجربت تعمل نفس الشكل ده البوابه تشتغل. بتعرف تعمل بوشن للحظ الجيد؟ الطريقه سهله، هتحتاج بس رجل ارنب وهتعرف تعمل. لو راس التنين، التنين مش هيحاول يقتلك. الاتشيفمنت في اللعبه هتاخده لو جمعت كل انواع الزهور وحطيتها في وعاء بالشكل ده.
بلوك الكوبر معروف شكله، حطيته في مكان بيبقى عنده مدة علشان لونه يبهت ويتغير، لكن في النزل لو حطيت البلوكة يتغير لونها في ثواني حرفيا. فكرة حرق الذرة في الفرن هي اغبى حاجة في التاريخ، لانك بتخسر اكتر من 90% من الموارد اللي بتحتاجها في صناعة الدرع. في تحديث 1.13 كان الماجما بلوك بتبخر الماء، لكن دلوقتي بقت بتطلع في قوقع مش اكتر. كلنا عارفين التنين العادي، لكن انا سمعت ان التنين الاحمر او تقدر تقول عليه تنين النظر، وده تقدر تركبه كان في اصدارات قديمة. تعرف انك تقدر تعمل درع الحصان الجلدي في كرافتن تيبل، تعرف ان كان في سلاب للديرت وكان شكله جامد. اشهر مبادل حسبت ما ماينكرافت هما السكيلتون ده والحصان الزومبي والزومبي العملاق والاوفوكر. في اصدار قديم لو عايز تعمل بوابة النظر بتضغط F4. الاندرمان مقتبس من سلندرمان، ده الشكل القديم لبوابة الاند، بلوكات شكلها غريب وكمان تقدر تفجرها. الكرو الصغير بيكبر في حوالي 20 دقيقة، يعني يوم ماينكرافت الكامل، اما البيجل الصغير بيفضل صغير للابد. لو عايز تسحب حصان بالاكل امسك جزر زهري او تفاح ذهبي. افضل طريقة لجمع البامبو بالسيف والاحسن زهري عشان اسرع. لو اشعلت TNT جنب كوارت زي انفجر، لو كانوا سلابات مش هينفجر. العملة السابقة الكرويين كان الروبي، اما الحالية الامرال. لو سميت البرجر جوني هيحاول يقتل اي موب بيقابله قدامه، ولو كان دجاجة او حتى تنين شخصيا، لكن ما توقعش انه يقدر يقتله خالص. دي الطريقة اللي بيشوف بيها الاندرمان، ودي الطريقة اللي بيشوف بيها الكريبر، ودي الطريقة اللي بيشوف بيها العنكبوت عنده عين كتير. لو رزبنت الوزر في الاند هيحاول يختم اللعبة مكانك، فانصحك ترزبنه بس تبعد عنه عشان ما يقلبش عليك. تقدر تكسر بلوك اللي فوق شجرة فاكهة الاند بالاسهم. لو لقيت بيبي زومبي فيلجر على دجاجة وعلقته، الفيلجر هيفضل فوق الدجاجة حتى بعد ما يكبر. افضل طريقة لحرق الموارد هي باللافا في الفرن. تقدر تحبس التنين في مكعب عملاق عن طريق ساج الحديد. لو البندا الصغير عطس احتمال يعطيك سلايم. لو السلاحف ضربها البرك ده اللي هيوقعوه طبق وعشب. تعرف انك تقدر تركب الجاست في الماينكارت وتمشي معاك بهدوء خالص، ولكن لو عرفت تخليها تركب اساسا ما تاكلش ببغاء بسكوت خالص عشان مش هيعجبه، اكله حبوب احسن. في هاشتاجات لو كتبتها توصلك الايتمات المتشابه، وده في ماينكرافت جافا مش البدر. القطه لو عدت من مسافه عاليه للدريب ستون مش هتموت. تقدر تشغل كامفاير مطفيه بالبو اللي عليه تطويره فليم، هتبقى مكان الفيلجر ده لو ما حطيتش لايك حالا واشترك. يلا الباندا البني في اندر باندا في ماينكرافت. الباندا بتبكي في المطر. الباندا بيحب يتشقلب لكن بالسبب ده احتمال يخلص نفسه بالغلط. لو فضلت تفقس بيت كتير في فرصه من 256 مره انهم يكونوا 4 دقايق مع بعض. اكتب اسم صغير الدقايق في بلدك. تقدر تحمي الماء من تجمد بورقه الشجر ونصف بلوك. اسرع طير حظ المزروعات بالبيكاكس الذهبي. لو اعطيت الكريبر بورشن لو انفجر هنشر بورشن في مكان انفجاره، وده ينطبق على الشارج برضه بس هيبقى اقوى. مبات النظر بتتدمج من زجاجه الماء اللي بتنكسر. لو معاك دروع متورب سرون ساعطيها الكروي ومستحيل يموت وهيقدر يدافع عن نفسه. لو عايز تعمل حاجه تشغل الدستورم كل ثانيه اعمل الشكل ده. الموبز بيجروا لما الكريبر بينفجر في الماضي. دي طريقه لتحويل مجموعه كروين كبيره لزومبي بشكل جماعي. الطريقة الوحيدة للريسبون زومبي فوق دجاجة غير ريسبونه الطبيعي هي بالأمامر. في ماينكرافت 1.17 لو دخل زومبي النظر في كولدرون لافا هيولع. لو عملت الأكزلوبت الحبل بعدها خدته في الباكت ورجعته تاني هيفضل الحبل معاه. ببوشن السلحفاة مع ريزتن 4 وجولد لاب المطورة معاك مع بلوكة كوم هتحميك من سقوط بمسافة 4504 بلوكة. ونسيت أقولك أنا تحتاج بجنبهم دور نظارات مطورة بروتكشن 4 بس هتبقى على نص قلب. لو في مسافة فراغ بين الماء وبلوكة الديرت المزروعة لكن أقل من 7 بلوكات كأنها جنبهم عادي، تعرف انك تقدر تمشي بالمركب فوق الموبز. تقدر تزرع وردة على شكل فون وتعمل اضاءة في المكان لكن بالاوامر. تعرف ان النار كانت ايتم في الماضي وتقدر تعمل منها دروع في الكرافتن تيبل. بدل التنين والمشروم والاند بورتال فريم بيعملوا اضاءة خفيفة في المكان. لو نقلت الهوجلين للعالم العادي هيتحول لزوجلين بعدها بثواني وهيهجم على اي موب يشوفه قدامه. لو كتبت هاشتاج بلوكس هيطلع لك بلوكات النذر بس. لو عبيت مربع من الماء والارضية السويل ساند هتعمل فقاقيع، ولو رميت فاير شارج هتفضل تتنطط لحد ما تخرج بره. البلجر لو اتكسر الكوزب بتاعه مش هيعرف يضربه. زومبي مش بيعرف يمشي على السجاد. دمج النار هيخليك تنط بلوكه ونص. جميع انواع الشجر تقدر تعمل بيها حيطه في ماينكرافت. مش هتقدر تعدي بالمركب من كتت الزجاج الصغيره دي. لو مت ترزبنتي في نفس المكان بعد الايتمات هتترتب نفس الترتيب بتاعك. كان في جليتش انك لو فتحت بوابه الاند وفحرت تحتها وحطيت السرير ونمت عليه هتصحى تلاقي نفسك في الاند. ولو قتلت نفسك بهدف انك ترجع تترزبن تاني في الاند وانت
حرفيا اتحبست في الان. لو لقيت الاماكن الجديده بتاعت الحفريات انزل تحتها تطلع بدايموند كتير، ونسبه انك تلاقي الدايموند تحتها مؤكده حرفيا. تم اضافه كروين بايوم الكرز وتقدر تجيبهم بالاوامر، لكن لسه لم يتم اضافه قريه بلوكات الخشب الورد. لو حاولت تعمل بوابه مزدوجه حرفيا الموضوع هيكون مستحيل، لكن لو رحت من الشنقات وجربت تعمل نفس الشكل ده البوابه تشتغل. بتعرف تعمل بوشن للحظ الجيد؟ الطريقه سهله، هتحتاج بس رجل ارنب وتعرف تعمل. لو لبست راس التنين مش التنين مش هيحاول يقتلك. كلنا عارفين ان راس ستيف بنجيبها من الكرييتيف، لو حطيتها على بلوكه الموسيقى مش هيعمل اي صوت. في اتشيفمنت في اللعبه هتاخده لو جمعت كل انواع الزهور وحطيتها في وعاء بالشكل ده. صوت كسر القطع الفخاريه الجديده مقتبس من صوت كسر بيض السلاحف. الشجر المرمي على الارض موجود في البيدروك ومش موجود في الجافا. بلوك الكوبر معروف شكله، لو حطيته في مكان بيبقى عنده مده علشان لونه يبهت ويتغير، لكن في النازل لو حطيت البلوكه يتغير لونها في ثواني حرفيا. فكره حرق الذره في الفرن هي اغبى حاجه في التاريخ، لانك بتخسر اكتر من 90% من الموارد اللي بتحتاجها في صناعه الدرع نفسه. لو غيرت اسم الدار الفخاري في الانفر باسم ويج هتاخد اتشيف من اسمه هاري بوتر. تعرف انك تقدر تنشف السبنج مبلول بالكامفر تقريبا اسرع من الفرن. لو حطيت بيضة السنيفر فوق الماوس بلوكر هتفقس بسرعه، عكس لو حطيتها فوق الكامفاير هتاخد ساعات. تعرف انك لو سميت السنيفر شيرفين تقريبا هينور. تعرف ان الزواج المظلم بيوقف ضوء البيكون. بأضواء البيكون تقدر تعمل سيجن، لكن تقدر تعدي منه. الرافجر رغم انه ضخم وقوي لكن بيخاف من الارانب. ده شكل الزومبي الغرقان اللي احنا عارفينه، وده شكل الزومبي الغرقان اللي كانوا ناويين يضيفوه ميكس من الزومبي والسكيلتون. الزومبي العادي لما بيغرق بيتحول للشكل ده، اما الزومبي الصحراء بيتحول للزومبي العادي. القطه لو وقعت على دريب ستون مش هتموت. النمتاجات المشهوره مش بتاثر في الحبار. القطط مش بتغرق خالص وبتنزل في الماء بوضعيه الجلوس، وده كعكس الواقع خالص. دي اشكال المنازل الجديده في ماينكرافت من الخشب البردي والبامبو. تعرف انك تقدر تعمل اندسايد في الكرافتنج تيبل. فانتوم يخاف من القطط مثل كريبر. اسم التنين الحقيقي هو جيد وهي انثى. احد البلجرز المحذوفين كان يمتلك اسهم وسحب في نفس الوقت، تم حذفه بعد تحديث 1.11. هذا هو اندر نوع من الاكزلوتل في ماينكرافت، ونسبه وجوده هي 83 من 1000%. لما يكون معاك جود هورن بكميه كبيره واستعملت واحد منهم هيتم اعتبارك استعملتهم كلهم، ولازم تنتظر المده تنتهي. القطط والايرون جولم والواردن لو وقع مكان عالي مش هياخدوا فول دامج. العنكبوت لو رميت عليه بوشن انفينزبول تفضل عينه ظاهره. الحصان العظمي بيعرف يعوم ومش بيغرق. السلايم الصغير مش هيقدر يدمجك، لكن المغمى الصغير هيقدر يدمجك. العنب القاتل عبان حمراء بيدمر 6 قلوب وضربتين قادرنا على قتل اللاعب. كان مفترض ينضاف نوعين من الوزر سكيلتون، واحد بسيف والتاني بقوس عليه فليم وباور، لكن مشكلته انه كان اوبي فتم الغائه. الحصول على الخروف الاحمر بسهوله هتجيب ووكر جنبه خروف ازرق وهيحوله. كلنا شفنا اربع انواع بار في ماينكرافت، بار العاديه والمشروم والمشروم اللي ضربها البارك والصفراء، لكن في نوع مختلف كان موجود في النسخه دي وهي اشبه بالبار العاديه لكن مع لوجو. التي ان تي لما يكون فوق انفيل انفجارها ملوش تاثير. كلنا عارفين ان درو النظريات افضل درو في ماينكرافت، لكن عشان نعملها محتاج انشنت بري، واكبر كميه تقدر تلاقيها في شانك واحد هي 5 بلوكات لما تكون محظوظ جدا. دي البلوكه اللي كانت هتنضاف عشان تحول التولز او الدروع من دايموند لزرايت. لو السكيلتون ضرب زومبي بالغلط هيحصل بينه مشاكل، ونفس الفكره مع الويتش، لكن الفرق ان الحرب بين الويتش مش هتخلص، لان كل واحد هيفضل يهيل التاني ويدمجوا بعض بالبويزن. لو فرخه صغيره اتحشرت في هوبا وتحوطت بلافا مش هتموت. الرافجر بيخاف من الارانب، في احد السناب شات مكسل اكراو. لو رميت سهم بكوس قدامك لافا هيبقى سهم نار. احتمال تواجد بابكن محلوق او الاقوى ان اندر مان يشيلها ويحطها على بلوكتين ثلج ابيض فوق بعض ويرص بالسنوبول، تبقى حاجه عظمه قوي ونادره. الشلجرز بيهاجم اللاعب والزومبي لانه شبه اللاعب. في احتمال ضعيف جدا كل سكيلتون ترسبني يكون ايسر، يعني ماسك الكوز بيده الشمال. زومبي الصحراء ما يقدرش يدخل من بلوكتين في ماينكرافت بيدروك، لكن في الجافا يقدر. لو شربت بوجن انفيزيبل ما حدش هيقدر يشوفك واي مومز او لاعبين، لكن قله التطوير هتفضل تشوفك. بلوكه الديرت اللي اتحصرت للزراعه ما تقدرش تحط على جوانب سلالم او شموع، لكن تقدر تحط لافتات. تقدر تستعمل بون ميل عشان تكبر الزرع وتحطه على الجراس. الغريب انك تقدر تعملها وانت تحت البلوك. في السناب شات ده لو رميت انفيزيبل على بقرة المشروم، المشروم يفضل طاير ومش هيختفي. علشان تنزل من اعلى ارتفاع في ماينكرافت للاقل ارتفاع وانت لازم في بلوكات العسل، الموضوع ياخد منك دقيقه و14 ثانيه. رغم ان البيكون مصنوع من اوبسيديان، لكن بكأس الحديد يقدر يكسر البيكون.
لعبتي الانفنتوري وكمان ايدك التانية شلكرات، كل شلكر مليان بلوكات دايموند هيبقى معاك 63963 بلوكة. لو رميت بوش انفيزبل على الخنزير عليه السرج هيفضل السرج ظاهر عكس الحصان اللي هيختفي بالكامل ما عدا الدرع لو لابس. الاندر بيل ابطا من كرة التلج في الرمل، لو حطيت رمل فوق بيستون وفعلته بشكل متكرر هتتكسر، لو مجموعة رمل فوق بعض هتتكسر واحدة بواحدة من حيث الاقرب البيستون. صوت بلوكة الموسيقى يختلف حسب البلوكة اللي تحته. في تحديث 1.9 تقدر تطور المقص سيل تاتش وتكسر بيه الجراس والزواج، لو ضربت اي لاعب او موب هتعطيه الكروب باك، لكن الاخطبوط لما يدافع عن نفسه بيعمل كروب باك نفسه عشان يهرب منه. لما استعمل ولاعة في المود الادفنشر مش بتقدر تولع في بيت او بوابة النظر، لكن يقدر يفجر ريبر ويفعل تي ان تي. لو قفزت من مكان عالي على ماء نص سلاب مش هتموت، لكن لو قفزت في كولديرون هتموت. تقدر تستعمل الزهور في بلوكة الزراعة الخاصة بالكروين اللي انا مش فاكر اسمها، اللون ده مشابه لبلوكات الديرت دي. في البيدروك ما تقدرش تشيل في ايدك التانية اي حاجة غير التوتم والشيلد وكمان الكوقعة، ان الزومبي الغرقان هو كمان يشيلها، موفرة في عدد البلوكات المستخدمة على الكرافتين تيبل. لو واقف على عمود رمل واتكسر كله بشكل ما وانت بتقع هتاخد دمج كان مفيش تحتك بلوكات. لو خبيت البارو والصندوق تحت الارض وعملت جليتش اكس راي هتشوف الصندوق والبارو مش هيظهر. الماين كارت قدامه برش بليد بشكل كده فعله ريدستون كل سنة تقريبا بيعمل صوت الساعة. لو عايز الماء ما يتجمدش حط ورق شجر. ده الشكل الطبيعي لو كانوا ناويين يضيفوا شلكرات على شكل بلوكات. لو حطيت استوديو مع تي ان تي هيعمل لك تي ان تي بتتفجر تحت الماء في ماينكرافت التعليمية. في الجافا لو اكزلوتل في ماء لا نهاية تقدر تاخده غير البيدروك، حتى لو مش في ماء لا نهائي هيظهر ماء لا نهائي وتاخده الاكزلوتل. الفرخة الصغيرة اصغر من السلاب. لو عايز تبني بيت في النزر يستحسن تبنيه من السلاب لان الجاس مش بيقدر يكسره. لو انت في الجافا ومعك زجاج لايت جراي في الانفنتوري صعب تشوفه غير لو دورت عليه بالماوس واستنيت يظهر اسمه. في المايك كراف سيرفايفل تيست كان الخنزير بيوقع مشروب. مجموعة تي ان تي لا تكفي لتفجير مربع اوبسيديان، لكن 72 انفجار تي ان في يكفي لتفجيره. في الاسبكتيتور مود سرعتك بتوصل ل 87 بلوكة في الثانية. بالسهم بطيء واحد تقدر تستعمله مع 4 زومبي كار وتعالجهم، وتقدر تستعمله مرة تانية. تقدر تعمل رسالة سرية عن طريق انك تعمل الكلمة بالسلاب والخلفية بلوكات العادية. لو لبست ارمور ستاند دروع عليها سرونز قادر على قتلك، والاحسن عشان تحمي الكرو بتاعك تلبسه دروع سرونز عشان تحميه. انا عندي سيرفر ديسكورد وفي كمية متعة رهيبة، وفي سيرفر ماينكرافت مودات ممتعة جدا، لينك في الوصف. في الجافا في حركة لو عملتها يبقى عندك 4 خانات انفنتوري زيادة اللي هم فوق بتوع الكرافت عن طريق تفعيل الخيار ده. الاغرب انك لو عملت سلاش كلير اللعبة هتفكر الانفنتوري بتاعك فاضي رغم وجود البلوكات. هتقدر تمشي وانت مشفت بسرعة 3.2 بلوك في الثانية، لكن مع تطوير سويفت سنيك هتوصل ل 4.2 بلوك في الثانية، اصعب بلوك. رغم انه يقدر يحول خروف الازرق لاحمر لكن ما يقدرش يعمل حاجة مع الليز. المراكب في الشخص السابقة كان بتكسر لو خبطت في اي حاجة وضعيفة جدا. في احتمال انك ما تقدرش تفتح صندوق لو فوق غطة. لو دخلت في التلج الباودر هتموت من التجمد، لكن لو لبست بوت مش هيحصل لك حاجة، ولكن من كده تقدر تعمل مصعد من الفكرة دي، وكل اللي تحتاجه بلوكات تلج باودر. انصحك تعمل النوع ده من الفاير وورك لانها قبل ما توصلك الارض هتكون ميت، وانا طبعا بتمنى لك الخير وانصحك تعمله. صلابة الزجاج هي 0.3، قبل ستون 2، والنظريه 50. طب بالنسبه للبيدوك تتوقع كم مثلا؟ لا مش 100 ولا 30 مليون ولا انفينيتي، هي سالب 1. نعم تم تخفيض سعر الاشتراك بالقناة من 0 دولار الى 0 يورو، لان الدولار غالي فاشترك لان العرض لفترة محدودة. لو في طبقة تلج تحت بوابة الاند بمجرد فتح البوابة يختفوا. دي اللوحات المعروفة في ماينكرافت، لكن في لوحات مش بتحصل عليها غير بالكوماندات، وهم دول على الحيطة وللأسف مستحيل تحصل عليهم في السرفايفل. دلوقتي قدامنا قروي محبوس بين القطع الخاصة بالبارك واللي ناس اسمها للأسف، ولكن مجموعة كبيرة دلوقتي اتوقع العرض القروي ده هيتحول لساحر كالمعتاد ولا هيموت. عندك ثانية والثانية خلصت، هيموت وهتحصل على اشتاج نادر جدا لان ده اللي هيحصل. البلوكة دي مش بتشيل غير عدد معين من الاسهم. الثعلب الصغيرة في ماينكرافت لما تحاول تسبح من كتر ما حجمها صغير بتغرق. علشان تقدر تقفز لمسافة 9 بلوكات تحتاج بوشن السرعة والقفز وسلو فولينج. الثعلب لما يحاول يقفز في الثلج احتمال يغرز. افضل طريقة لقتل الاندرمان هي انه يركب في مركب. في السابق السلايم كان مش بيعرف يسبح ويغرق، لكن دلوقتي بيقدر يسبح. لو ضربت زومبي النذر كل القطيع هيحاول يقتلك، لكن لو قتلته بضربة واحدة محدش هياخد باله. ما نقدرش نفتح صندوق فوق بلوكة، لكن لو كان الديرت واستخدمت اداة الزراعة او الشافل هتقدر تفتحه. لو عايز تحط ماي في النزر هتحتاج كولديرون. الجرافل بيتكسر لو
بتنوع على سولسان. لو عايز كمية ورد كبيرة من النوع ده هتحتاج بون ميل. بوابة الاندي في الماضي كانت شبه الاسبونالات. لو جبت قطة بايون بعيد وجبتها في بوين مختلف لو اكلتها لونها هيختلف. لو قتلت فرخة بسيف فاير اسبيك هتعطيك فرخة مطبوخ، لكن لو ولعت فيها الولعة دي هتبقى فرخة نية. في الماضي لو قفزت على مركب لفترة طويلة بعد ان تغلت اليابس هتاخد دمج. لو حرقت سفنجة مبلولة ووضعت باكت فاضي هياخد الماء اللي كان في السفنجة. الطيران بالإلترا مقتبس من ماريو. في الجافا لو دخلت اللوحة دي في وضع الشبح هتشوف الهيروبراين. الخفافيش شكله عادي في الكهف، لكن لو رميت بوشن اختفاء عليه هتعمل جو جامد الكهف. لو عالجت قروي الموضوع هياخد 5 دقايق، لكن لو حطيت سرير جنبه هيكون اسرع بكتير. في السابق كنت تقدر تنام تحت اللافا بدون ما تتدمج، لكن بعد ما تقوم هتولع. لو وقعت في مكان عالي ونمت قبل ما تلمس السرير بعد ما تصحى هتموت. زومبي القروي كان يشبه الزومبي العادي في الماضي. الضفدع لو اكل ماجما هيوقع بلوك تضاءه. في السابق الماء ما كانش بينخلط مع العشب، دلوقتي عادي. في الهارد لو لابس دروع نازرايت يقدر الوارد يقتلك بضربة واحدة. لو قفكت جنب الموب فارم الموارد هتجيلك، بس الاكس بي لا. الحل انك تجيب الكلب بتاعك وتحطه بالشكل ده، هيتم اعتبار ان الكلب هو اللي بيقتله والاكس بي هيجيلك. عن طريق اندر مايت واحد تقدر تعمل اكبر موب فارم اندر مان لانهم اعداء. السابق ما كنتش بتحتاج سلالم كتير عشان تطلع لمسافة عالية. علشان تعمل فينس تحتاج خشب وستكات، لكن في السابق كنت محتاج استكات بس. ده شكل الجراف القديم. الزومبي لما يموت كان بيوقع ريش. لو حطيت شبك عنكبوت فوق اللافا صوتها هيختفي. استخدام الزجاج الرفيع علشان يغير لون البيكون. لو عملت شيفت وانت ماشي فوق سلايم همشي اسرع. لو عايز تكسر اوبسيديان بسرعه استخدم الكوماند واعمل بيكاكس ليفل 50 ويبقى اسرع من الكريتيف. تقدر تحط كاربت فوق اي حاجه. تقدر تكسر التلج عن طريق بو عليه تطوير فليم. لو جبت ديرت وعبيته ماء بالباتل واستنيته يخلص الماء اللي فيه هيتحول كلاي وتبيعه الكرويين. افضل طريقه خروج من مزرعه بار هي عن طريق باب عشان محدش يخرج. تقدر تحبس الواردن عن طريق بلوكات الصوف. افضل طريقه للتنقل في ماينكرافت هي عن طريق التلج والماء. دي قطه سودا، لو طفيت الكام فاير هتلاقي وش القطه. الكروي الصياد على هدوم وسمكه نفس السمكه دي. الليفر في شبه كبير مع تورج كايتم. الزومبي ما يقدرش يوصل لك لو حواليك سلك حديد. بيكاكس يشبه المنطقه دي من سكه الحديد. لو ركزت على تفاصيل البيدروك والستون هتلاقي ان الفرق اللون. هل صدفه وجود امونجاس في ماينكرافت؟ الجاست لا يمتلك اعين. ازاي تعمل ايربودز في ماينكرافت؟ البلوكه المستحيل تجيبها كرييتيف او سرفايفل هي البلوكه اللي تحت الاند كريستال. في مسافه بين الساين والبلوكه. العشبه دي تشبه باكمان. الفرق بين بيضه السلحفاه والدايموند هو اللون. السلالم فيها نفس المشكله بتاعت الساين دي. مش معلومه، ده سؤال. ليه عين الفرخه سودا؟ الكامفاير كايتم يشبهوا شرايح البيتزا. قروا المكاتب فوق دماغه قطه. قروا قالت البوشنات على هدوم وصوره كريبر. واحده من بلوكات الرمل مكتوب عليها رقم 2. الشمعة السوداء تشبه الماوس بتاعي. الكرافتنج تيبل بيفكرني بالكريبر. استخدم بوشن السلو فولينج مع ترايد المطور عشان تطير. لو عايز تقتل صاحبك بطريقه مميزه لكن هتحتاج ايم مميز. البس الاترا وانزل تحت الماء بشكلك كانك بتمشي على الماء من تحت، لكن الاترا تتكسر. الماء اذا عديم القيمه محترف اكتر منك في الباركور، انه بتعمل شيفت قبل ما تلمس الارض ومش بتاخد دمج. علشان تقتل وارد انا تحتاج 10 ايرون جولم. لو اعطيت سلايم اسم لو قتلته انقسم نصين كل واحد ياخد الاسم. لو حاولت تكبر شجره على اعلى ارتفاع في ماينكرافت هتعطيك بلوك واحده. علشان كده سكاي بلوك بتبقى على اقل ارتفاع في ماينكرافت. الاستري او السكيلتون تحت البحر السهم بتاعه يوصل لك، اما اسهمك مش هيوصل. لو انت او صاحبك او الارنب بتاعك فعل تي ان تي، الحل انك تحط ميه فوق التي ان تي. لو ضغطت على البيستون هنا هيوصلك الان سيتي قبل ما تروح التنين تقريبا. وده واحد بيبهر قروي. لو عايز تاخد تشيف السنايبر وايمك زي يقري تحتاج بيستون ريد ستون وبس هتظبط. القطط مش بتاخد فول دامج. القروي اللي فوقه كتاب شبه عريضة ازياء دي. لو الواردن وقع من اعلى ارتفاع لاقل ارتفاع مش هيموت، لكن لو كان تحت دريب ستون هيموت. الويتش او الساحر لو محبوس في بيته والواردن حاول يقتله مش هيقدر، لان الساحر هيفضل يشرب بوشن هيل. عن طريق الدمج يمكن تاخد دفع لفوق وتقدر تقفز بلوكتين. هتحط بلوكات مخفيه وماء ولوحه او ساين وفوقها لافا، هنا هتموت الفيزياء والجاذبيه. افضل طريقه لحبس البار في ماينكرافت ومستحيل يخرجه تقريبا. الكريبر يشوفنا بالاخضر، العنكبوت بيشوفنا بالشكل ده، الاندرمان بيشوفنا بالشكل ده، وبالشكل ده السمك هيفضل يقفز لما لا نهايه بس هيحتاج يهلس. دي فرخه عادي ودي فرخه نادره، ودي غرفه جامده جدا هتحتاج كام بلوك دايموند عشان تعملها. ده فيلاجر ما حدش لايك. تعرف لو رديت الضربه بتاعت اللاما هتاخد الاتشيفمنت بتاع الجاست، افضل سبونر ماجما عن طريق التلج. كان في جليتش انه في ضفدع بيفكر الماعز حشره كبيره. بالنسبه لدي عايزك تكتب معلومه محدش يعرفها في التعليقات. افضل طريقه لاخفاء صندوق في ماينكرافت.